أنا عيت أنا وأربعة أشخاص في مزارع في الجبل، ونحن نصلي ونصوم رمضان والحمد لله، ولكن في يوم من أيام رمضان أخذنا النوم بالليل ولم نستيقظ إلا قبل أذان الفجر بخمس دقائق، فقمنا مسرعين بإعداد الأكل وأكلنا والفجر يؤذن، ومنا اثنان أكلوا بعد أذان الفجر قبل الإقامة، علما بأننا نعتمد على الراديو في الصلوات الخمس من البيت الحرام. أفيدونا ماذا علينا أفادكم الله، وهل صومنا صحيح أم أن علينا قضاء؟ جزاكم الله خيرا. وهو أين يقعون؟ لم يذكر المكان، إنما يقولون نحن في مزارع في الجبل، ولم يذكر المنطقة التي هم فيها. الله سبحانه وتعالى علق الصيام بطلوع الفجر، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والأذان فيه تفصيل، إذا كان الأذان يتقيد بطلوع الفجر فإنه يجب العمل به، ولا يجوز الأكل بعد الأذان، لأنه يكون أكلا بعد طلوع الفجر، وهذا لا يجوز. أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الفجر فلا بأس بالأكل بعده، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأما إن كان الأذان يتأخر عن طلوع الفجر فلا عمل عليه، ولا يجوز تأخير السحور إلى أذان يتأخر عن طلوع الفجر. الحاصل أنكم إذا كنتم أكلتم بعد طلوع الفجر فعليكم إعادة الصيام، وإذا كنتم أكلتم مع طلوع الفجر ولم تتأخروا فصيامكم صحيح إن شاء الله، ولكن الواجب الاحتياط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.